صحيح يضر لي ديربي كيما ديربيات الكل. صحيح عندي مدة على ديربيات قريب الأربع سنين، نعاود نرجع من جديد كالعادة. يضر لي الأجواء ديربي ديما مميزة، ديما معنا ديما جو طيارة في معنا في الحوم. مستانس بالديربيات هذيا، إن شاء الله يتعدى ديربي في كنف الروح هذيا إن شاء الله. كما قلت معناتها هو الدربي اللي انا لازم نحضر بالديك يكون حاضر في سيكون مش عادي ماتش بيه ان شاء الله. بيان سور سي ماتش تخي تخي امبورتون، سي لو ماتش دو لاني جو بونس. سي افيك نوتر بوبليك سا فا اتر لي دوزيام هوم اي جو بونس فير ان بون ماتش. بون برشا حاجات يدوري باش تكون حاسمه. اكثر حاجه بالنسبه لي انا نكونوا مركزين طوال 90 دقيقه، ما سوى مركينا من الاول ولا قبلنا، نحافظوا على نفس معناها الستيل دو جو نتاعنا، ما ندخلوش بعضنا. نعرف يظهر لي خصوصيات ديربي الشيطان، حاضرين كما يلزم، مركزين كما يلزم، ان شاء الله يتعدى مقابله كبيره، ان شاء الله النادي الافريقي يظهر لي محتاج ثلاث نقاط هذه باش تعاونا برشا في الترتيب ان شاء الله. Thank you.